ايه الاخبار معاكم؟ في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه مهمه خالص خالص خالص، وهي ايه؟ وهي ان احنا ازاي ناخد كورسات من موقع لينكد ان ليرنينج. تمام، اولا يعني ايه لينكد ان؟ لينكد ان هو منصه للشغل وتدريبات والوظائف سواء في مصر او بره مصر، وكمان في تجميع كويسه خالص من مين؟ من ناس بتشتغل او ناس عايزه تشتغل او ناس كمان بتوظف في مستشفيات، في شركات في مصر او بره مصر، او في اماكن كتير في مصر او بره مصر كمان زي ما بقول. تمام، فمنصه فيها كميه وظائف وتدريبات كتير سواء بره مصر او في مصر. تمام، بجانب ان فيها بوستات وحاجات برضو مهمه كتير في المجالات المختلفه سواء في المجال الطبي او بره المجال الطبي، في بوستات ومحتوى كتير خالص مهم ومفيد خالص بتنشر في المنصه. تمام، والمنصه بتاعت لينكد ان علشان تجيب منها وظائف او تدريبات او كده لازم تبني حساب فيها. تمام، وبناء الحساب فيها بيقعد وقت. تمام، فانت ما تستناش علشان يجي وقت الشغل المناسب ليك مثلا تروح عامل حساب عشان تقدم، لا، ده انت من دلوقتي لازم تعمل حساب ليه؟ علشان لما يجي وقت الشغل تقدم وكمان تتقبل. تمام، لانك لو استنيت للأسف الحساب بتاعك هيبقى ضعيف فمش هتعرف تقدم بيه، لأن تقديم على وظائف دلوقتي بيعتمد على حاجتين، سي في وكمان لينكد إن، حساب لينكد إن بتاعك. تمام، فحساب اللينكد إن علشان تبنيه هيقعد وقت مش قليل. تمام، فالنقطة التانية هي إيه؟ احنا عرفنا خلاص يعني إيه لينكد إن أساسا. طيب تمام، منصة لينكد إن بتاعت الشغل دي عاملة موقع اسمه لينكد ان ليرنينج، يعني موقع لينكد ان بتاع الكورسات او التعليمي. تمام، الموقع فيه كورسات كتير محتوى كويس خالص ومفيد خالص. تمام، سواء في المهارات المختلفه بقى زي التسويق الرقمي، الديجيتال ماركتنج، البوبليك سبيكنج، الاوفيس، مهارات كتير برضو موجوده. تمام، لازم تكون عندنا وبرضو واخدين فيها كورسات. تمام، وكورسات يعتبر مهم خالص وكويس خالص كمحتوى. تمام، زي ما قلت لك المنصه بتقدم كورسات كتير في اكتر من مجال سواء مجال التسويق الرقمي، البابليك سبيكنج، مهارات كتير اللي هي يعتبر اي مهاره لازم تكون عندنا هم عاملين عليها كورسات او عاملين فيها كورسات عشان نتقنها بشكل كويس خالص. تمام، طيب كويس، وفي كورسات برضو في مجالات تانية لكن انا بتكلم على ايه الاقرب ليا واللي انا شفته او اخدت كورسات في ايه مثلا. تمام، او كمان في كورس مثلا انا اخدته اللي هو بتاع كريتنج يور بيرسونال براندنج، ازاي تعمل براند لنفسك، برضو كورس ده انا اخدته من هنا. طيب تمام، المنصة نفسها علشان تشترك فيها بتدفع اشتراك شهري قرب ال 600 جنيه دلوقتي مصري. تمام، قرب 600 جنيه مصري يعني يعتبر تقريبا 570 580 جنيه تقريبا كده. طيب تمام، انا دلوقتي بقى عايز اخد الكورسات دي بقى ببلاش، هعمل ايه؟ اقول لك، انت دلوقتي هتروح لموقع اسمه ايه بقى؟ اسمه لينكد ان ليرنينج اللي هو انا فاتحه دلوقتي ده، انت هتروح له. تمام، انت عايز تاخد الكورسات دي ببلاش صح كده؟ تمام، هتروح اول حاجه لموقع لينكد ان ليرنينج اللي انا سايب لينكه في الوصف. تمام، هتروح له. تمام، وهيبقى في الفوق كده خالص حاجه اسمها ساين ان. تمام، هتدوس عليه. تمام، ومن بعدها هتنزل هتلاقي حاجه اسمها ساين ان ويز يور لايبراري كارد. تمام، ودي اللي احنا هندوس عليه. تمام، دلوقتي احنا عايزين ناخد كورسات موقع لينكد ان ليرنينج ببلاش. تمام، ازاي ده هنعمله؟ اقول لك، اولا انت ايه هتروح على مكتبه اسمها مكتبه نيويورك، تمام، العامه. تمام، المكتبه دي بتدي لك كارت، تمام، كارد، تمام، هتسجل بيه في الموقع بتاع لينكد ان ليرنينج فتاخد كل الكورسات بتاعته ببلاش خلال الشهر. تمام، والكارنيه ده بيتجدد كل شهر. تمام، فانت مثلا الشهر ده رحت لي المكتبه، تمام، وعملت كارنيه، الشهر الجاي لما الكارنيه ده صلاحيته تخلص، تمام، هتعمل كارنيه تاني وتسجل بيه في الموقع تاخد الكورسات تاني. تمام، او كورسات التنقيل المختلفه التانيه اللي انت بقى ما خدتهاش. تمام، انت تمشي بالطريقه دي. تمام، فانا زي ما قلت لك انت هتدخل على موقع لينكد ان ليرنينج، هتدوس على ساين ان، ومن بعدها ساين ان ويز ا لايبراري كارد، هتطلع لك الشاشه دي. تمام، هتروح هنا دايس او كاتب ايه، انت كاتب اربع حروف، ايه هم؟ ان واي بي ال، ان واي بي ال، بعدها تدوس على كونتينيو.
تمام. من بعدها بقى لازم تكتب هنا لايبرري كارد نمبر اللي هو رقم الكارنيه نفسه او الكارت نفسه، والبي اي ان اللي هو الباسورد، تمام. طب دول انا اجيبهم منين؟ اقول لك هتروح لموقع اسمه ذا نيويورك بابليك لايبرري، الموقع ده برضه انا سايب لينكه في الوصف، تمام. لما تروح هنا على موقع المكتبه نفسه هتروح فوق حاجه اسمها جيت لايبرري كارد اللي هو ده، تمام، ان انت تجيب لايبرري كارد، انت عايز الكارد بتاعت اللايبرري نفسها اللي انت هتسجل بيها في الموقع بتاع لينكد ان ليرنينج، تمام. هتنزل، تنزل هنا، تنزل هتلاقي جيت ستارت، تدوس عليها. من بعديها بقى هتروح تعمل ايه؟ هتكتب البيانات بتاعتك، الاسم بتاعك، الاسم الاخير، يعتبر ديت اوف بيرث، الوقت اللي انت اتولدت فيه او سنه الميلاد نفسها، تمام، او تاريخ الميلاد. وهتكتب هنا الايميل بتاعك، فمثلا نكتب هنا الاسم بتاعنا، مثلا اسم عشوائي، بيانات عشوائيه، نكتب هنا مثلا كده، تمام، وبرضه نكتب الاسم الاخير مثلا كده، تمام، نكتب اسماء عشوائيه وبيانات عشوائيه علشان التسجيل بتاع الفيديو، تمام. نكتب هنا برضه في تفصيله هنا ان انت لازم تكتب ايه، انت افترضا انا مثلا عايز اكتب تاريخ 1/1 سنه 2000، تمام، فانت لازم تكتب 01 شرطه 01 شرطه 2000، تمام. لو كتبت هنا واحد بس بدل 01 وهنا برضو واحد بس مكان 01 يقول لك غلط، تمام. فانت لازم تكتب كده، تمام. فانت مثلا لو هتكتب 10 12 فانت تكتبها عادي 10 12 سنه 2000 مثلا او التاريخ بتاعك. لكن انت لو مثلا مولود في يوم واحد او اثنين او ثلاثه او الارقام دي اللي هي قبل 10 لازم تكتب 01 01، سواء في اليوم او ايه الشهر، تمام. من بعدها تروح تكتب الايميل بتاعك مثلا، فتكتب انا برضو هكتب ايميل عشوائي مثلا، تمام، وكده الدوت جيميل دوت كوم. انت اكيد هتكتب البيانات بتاعتك سواء الاسم بتاعك والجيميل بتاعك والحاجات دي، لكن انا بكتب بيانات عشوائيه، تمام. تمام، بعدها هتدوس نيكست. من بعدها هنا هتعمل ايه بقى؟ هيقول لك اكتب الستريت ادرس والحاجات دي كلها، الحاجات دي لازم تكون امريكيه، يعني بيانات امريكيه مش بيانات مصريه، تمام. انت البيانات دي انا سيبها لك في الوصف برضه، تمام. في الستريت ادرس احنا هنكتب ايه؟ هتكتب 35 15، تمام، ارسل ستريت، ارسل ستريت، تمام. دي يعتبر بيانات امريكيه او شارع امريكي، تمام، جبته من جوجل، تمام. وايه انت بنكتب البيانات دي، تمام. وبرضو البيانات دي انا سيبها لك في الوصف، الخانة دي انت هتسيبها عادي مفيش مشكلة. هتروح لسيتي، السيتي تكتب دالاس، تمام، دي اي ال ال اس دالاس، تمام. في الستيت دي هتكتب تي اكس، البوستال كود تكتب 5 ارقام 75212، تمام. البيانات دي انا سيبها لك في الوصف، تمام، بجانب ان انت ممكن لو شفتهم البيانات دي في الفيديو تقدر تجيبهم برضو من الفيديو، يعني ممكن تجيبهم من الفيديو او برضو من الوصف عادي خالص. بعد دوس على نيكست، تمام. تمام، دوس سيف هنا على جنب، تمام. تمام، بعدها تدوس على جيت ستارت التاني، دوس هنا تاني، تمام. هو رجعنا خطوه ورا مفيش مشكله، هتدوس على نيكست تاني. البيانات هنا مكتوبه برضو مفيش مشكله، تمام، ادوس على نيكست، تمام. قال لك ايه؟ اكتبهم تاني، يعني انت ايه برضو عايزك تكتبهم تاني البيانات اللي انت كتبتها لسه دي، تمام. هتدوس هنا، تمام، وايه انت وايه انا عملت حفظ للبيانات قدامك، تمام، فانت برضو هتكتبهم تاني. فهو لو الكمبيوتر عندك او اللابتوب او الموبايل ما قالكش ان انت تعمل ليهم نسخ تلقائي كده او لصق تلقائي، تمام، بيست تلقائي، فانت برضو تكتبهم تاني مفيش مشكله، تمام. بعديها هتدوس على نيكست، تمام. تمام، بعديها برضو تدوس على ايه؟ تدوس على نيكست برضو، تمام. تمام، هنا بقى هتعمل ايه؟ هتكتب اليوزر نيم بتاعك بقى، افتراضا نكتب مثلا كده كده، مثلا نكتب كده، تمام، ونكتب مثلا رقمين ثلاثه، تمام، ودوس على شيك اف يور يوزر نيم از افيلابل، تمام. قال لك ان هو افيلابل، تمام. بعدين تكتب الايميل بتاعك مثلا، او قصدي الباسورد بتاعك، والباسورد تاني تكتبه برضو، تكتب هنا الباسورد مثلا، اكتبه كده مثلا، كده، تمام. تمام، اكتب الباسورد اكتب باسورد تلقائي، يعني اكتب باسورد عادي انت تختاره يعني، تمام. برضو انا الباسورد اكتبه تاني، تمام. ومن بعدها هتنزل وهتدوس على المربع ده،
وهتدوس على نيكست. بعدها هتروح تعمل ايه؟ هتروح نازل 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 وتدوس على سبميت. تمام. من بعدها طلع الكارد بتاعك. تمام. الكارد بقى بتاعك ده مهم خالص ان انت هتسجل بيه في الموقع بتاع لينكد ان ليرنينج. تمام. فانت زي ما بقول لك، انا هتروح على موقع لينكد ان كده. تمام. لو رجعنا خطوه ورا تاني كده نعيد النقطه دي، انت هتدخل على موقع لينكد ان ليرنينج. تمام. نرجع، هتدخل على موقع لينكد ان ليرنينج. تمام. هتدوس على ساين ان، بعدها هتدوس على ساين ان تاني بتاعت ويز يور لايبراري كارد. من بعدها هنا هتكتب اربع حروف، هما الان واي بي ال، هما ان واي بي ال كابيتال او سمول عادي. تدوس على كونتينيو. وصلنا للنقطه دي بقى، الحاجه دي بقى. تمام. هتكتب هنا اللايبراري كارد نمبر اللي احنا هنجيبه من هنا. تعرف انت الرقم ده تنسخه. تمام. تنسخه. لما تنسخه وهتروح به هنا. تمام. وتعمل له ايه؟ انت بيست. تمام. البي اي ان ده هو الباسورد بتاعك. تمام. البي اي ان هو الباسورد اللي هو هنا ده، هنا مكتوب باسورد. تمام. فانت تنقله برضو، مفيش مشكله. تمام. برضو هتنقله برضو وهتدوس هنا. تمام. وبرضو تعمل له بيست. تمام. اهو. تمام. بعدها تدوس على ايه؟ كونتينيو. تمام. كويس خالص. بكده تقدر تكتب هنا سيف، تدوس على سيف. تمام. وتختار الحاجة اللي انت مثلا عايز تاخد فيها كورس، مثلا زي مثلا البيرسونال ديفلوبمنت، مثلا السيلز، الماركتنج، برضو الاتش ار، البروجكت مانجمنت، المايكروسوفت اكسل، ممكن البابليك سبيكنج برضو يبقى عليه حاجات هنا، برضو التريننج اند ديفلوبمنت، برضو ديجيتال ماركتنج. بعد ما احنا اخترنا الحاجات اللي احنا ممكن ناخد فيها كورسات، مثلا زي الماركتنج، زي البابليك سبيكنج، مثلا زي الكارير ديفلوبمنت ممكن ندوس عليها، والاي ليرنينج مثلا، والكارير مانجمنت برضو. تمام. وحاجات كتير برضو، كوميونيكيشن، البيرسونال براندنج، الليدرشيب، حاجات كتير اساسا موجوده في الموقع. تمام. ككورسات دي كلها مواضيع كورسات، مثلا كورسات في المواضيع دي والحاجات دي. تمام. بعد ما احنا هنختارها، تمام، والحاجات دي ممكن احنا نختار منهم حاجه كمان، لو احنا برضو عايزين ناخد كورسات في الحاجات دي برضو. تمام. وبرضو هنا دي حاجات برضو ممكن ناخد فيها كورسات برضو، زي الفيديو برودكشن مثلا. تمام. من بعدها هتدوس على كونتينيو. تمام. من بعديها هتختار هنا ايه، مثلا انت في الويك نفسه الواحد، اللي هو الاسبوع الواحد، ممكن تقعد تذاكر مثلا او تاخد كورسات لمدة ربع ساعة، 30 دقيقة، 60، 120 دقيقة. فمثلا نكتب مثلا 60 دقيقة، ست جول برضو، ندوس عليها وننزل. تمام. هنا بقى مطلع لك انت الكورسات اللي بتبقى في الموقع. تمام. دوس على ديسكفر اوزر كورسز. تمام. وبرضو ممكن تدوس برضو على ديسكفر اوزر كورسز برضو. تمام. برضو ندوس على هنا براوز ماي لايبراري عادي، يعني في كورسات كتير لسه في الموقع. تمام. هنا برضو الكورسات اهي ظهرت لينا. تمام. فمثلا ممكن نروح هنا نكتب مثلا بيرسونال براندنج مثلا، ندوس عليها فطلع لنا كورسات كتير برضو. تمام. بشهادات كتير برضو كمحتوى مهم خالص في البيرسونال براندنج. تمام. ممكن مثلا نبحث عن حاجة تانية مثلا. تمام. ممكن نبحث عن مواضيع تانية. تمام. او برضو حاجات كتير، او برضو الليفلز دي ايه، انت بتبين لك الكورس ده مستواه مبتدئ ولا متوسط ولا متقدم. تمام. برضو ممكن نروح احنا مثلا نكتب ايه، مثلا افتراضا نكتب بابليك سبيكنج. تمام. اهو بابليك سبيكنج. تمام. فطلع لنا كورسات بابليك سبيكنج. تمام. وفي اساسا في الموقع حاجات كتير، ده في حاجه مهمه خالص اسمها سيرتيفيكيتس. حتى السيرتيفيكيتس دي ان انت ممكن تاخد شهاده. تمام. منين؟ من مايكروسوفت او من ادوبي او من مايكروسوفت برضو، او من جامعات زي مثلا الجامعات دي مثلا. تمام. او برضو من جامعات او شركات كبيره. فالحاجه دي برضو مهمه خالص، او موقع كويس خالص برضو، و
ان انت تسجل فيه هتقدر تاخد كورسات او شهادات كبيره كمان، تمام. والحاجات التانية اللي ممكن تبقى في الموقع ان شاء الله، ان شاء الله برضو نعملها فيديو تاني يكون متقدم شويه بعد ما احنا سجلنا في الموقع، تمام. كويس خالص ان احنا عملنا الفيديو ده، تمام. وبرضو انت لو رحت هنا وكتبت اي حاجه او اي حاجه انت ممكن تكون عايز تبحث عنها هتلاقيها، تمام. فمثلا ممكن نكتب ديجيتال ماركتنج، اهو هنا مثلا ديجيتال ماركتنج، فطلع لنا برضو كورسات كتير في الديجيتال ماركتنج، تمام اهو، تمام. فهو زي ماستر ديجيتال ماركتنج، تمام. او ممكن كمان نروح هنا مثلا اللي هو الليفل مثلا ونختار بيجنر، ان احنا عايزين مستوى مبتدئ، تمام. وندوس على شو ريزلتس، تمام. اطلع لنا مثلا الفيديو ده كويس خالص برضو، او الكورس ده كويس خالص اللي هو الديجيتال ماركتنج فاونديشنز اللي هي اساسيات التسويق الرقمي، برضو الكورسات دي برضو كويسه خالص، تمام. فنقطه المستوى او الليفل الكورسات كويس خالص ان هي متحدده هنا، تمام، ان المنصه محدده مثلا الكورس ده مبتدئ او انترميديت متوسط او ادفانسد متقدم. فالنقطه دي انت لما تختارها، تمام، ايه انت كويسه خالص، تمام، عشان برضو تحدد الكورس اللي انت عايز تاخده ده ايه مستوى ايه. وبرضو انت لو رحت على نقطه انجلش دي ممكن انت تختار عربيك، بس تقريبا مفيش هنا عربي، تمام. بس انت كده احنا بنختار انجليش، تمام، وبندوس على شو ريزلتس، تمام. وبكده احنا شفنا كورسات كتير برضو في الموقع، تمام. والموقع فيه اكتر من مجال، زي كمان الاتش ار، ممكن انت لو بحثت وكتبت اتش ار، تمام، برضو انت هتلاقي كتير كورسات برضو في الهيومن ريسورسز مثلا الاتش ار، برضه هتلاقي برضه كورسات كتير، تمام. وبرضه في الاوفيس انت لو بحثت برضه اوفيس 365 برضه هتلاقي اني المايكروسوفت اوفيس او الوورد او كده برضه في كورسات عنه، تمام، عشان تستخدم الكورسات او قصدي تطبيقات او برامج مايكروسوفت برضه باحترافيه. برضه الموقع فيه كميه كورسات كتير في مجالات كتير، فبرضو مش هقدر برضو اتكلم عن كل الحاجات دي في الفيديو ده، تمام. بس انت لو بحثت هنا في البحث نفسه هتلاقي برضو كورسات كتير في مجالات كتير خالص، تمام. شكرا خالص ليكم، مع السلامة.